أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة موقف السودان الثابت تجاه قضية الأمة العربية والإسلامية واستعداده للإسهام في تحقيق الأمن والسلام الدوليين وصيانة الأمن القومي العربي. أشار البشير لدى مخاطبته اليوم حفل تخريج دفعتي الدفاع الوطني رقم 30 والحرب العليا رقم 18 بأكاديمية نمير العسكرية، وأشار إلى مشاركة السودان في التحالف العربي في اليمن مشيرا إلى دور السودان في سلام جنوب السودان. ظل السودان على مدى تاريخه الطويل ملاذا للأشقاء ومنارة تتجسد فيها قيم الأخوة والوفاء، وظلت أبوابه مشرعة وأياديه ممدودة تبسط الخير وتنشر التسامح والمحبة والسلام. لم يتخلف عن نصرة الضعفاء والمحتاجين ولا عن استضافة وإيواء اللاجئين الذين شردتهم ظروف الحرب في جوارنا الإفريقي أو في محيطنا العربي. تقاسمنا معهم لقمة العيش على الرغم مما تعانيه البلاد من ظروف استثنائية، وتشاركنا نعمة الأمن التي فقدوها في بلدانهم. لا بد هنا من التأكيد على موقف السودان الثابت تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية واستعداده الدائم لبذل كل ما هو في وسعه الإسهام في تحقيق الأمن والسلام الدوليين وصيانة الأمن القومي العربي، حيث جاءت مشاركتنا المشهودة في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن الشقيق تأكيداً لهذا التوجه، مثل ما نؤكد دعمنا لكل مبادرات الحل السلمي والسياسي التي تمهد الطريق لعودة الاستقرار والسلام وترفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني الشقيق. ولا يفوتني في هذا المقام الإشارة إلى واحد من الإنجازات العظيمة التي حققها السودان في جمع الفرقاء بدولة جنوب السودان والتوقيع على اتفاقية السلام الشامل التي رعتها الخرطوم تحت مظلة الإيجاد. وأكد رئيس الجمهورية استمرار مسيرة التنمية رغم الظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد وتجاوزها بالتدابير المحكمة والحلول الناجعة، وراهن البشير على وعي الشعب وقطع الطريق أمام المهددين لنعمة الأمن والاستقرار. وجدد رئيس الجمهورية الدعوة للمتمردين والجماعات المسلحة للاستجابة لصوت العقل والانحياز لخيار السلام والانضمام لمسيرة الحوار بالبناء الوطني الراشد. على الرغم من الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، فإن مسيرة التنمية لم ولن تتوقف، والمشروعات الاستراتيجية التي يعول عليها السودان تمضي على قدم وساق، ومن ذلك مشروعات تحديث وتطوير القوات المسلحة وبناء قدراتها وإكمال جاهزيتها المادية والمعنوية، لأن الأمن هو أساس التنمية، وما تمر به بلادنا هذه الأيام حالة عارضة سنتجاوزها قريبا إن شاء الله بالتدابير المحكمة والحلول الناجحة، ونراجع ونراهن في ذلك على وعي الشعب وبصيرته النافذة التي تستشعر نعمة الأمن والاستقرار وصبره الواثق في نصر الله وفرجه القريب.